التفرقة بين التكلفة والمصروف والخسارة. يمكن القول أن التكلفة هي عبارة عن كمية الموارد المضحى بها أو التعهدات التي تم الارتباط بها في سبيل الحصول على سلع وخدمات، والتي تعتبر في وقت الحصول عليها أصولا مثل المخزون السلعي أو شراء الأصول الثابتة أو أي مصاريف يتم دفعها تخص الفترات المالية التالية. فعند قيام الشركة مثلا بشراء أصل ثابت، فإن كمية الأموال التي تكبدتها الشركة في سبيل الحصول على تلك الأصول الثابتة والتي ستستفيد منها الشركة لفترات مالية تالية تسمى بتكلفة وليست مصروفا. أما بالنسبة للمصروف فيمكن القول أن المصروف هو عبارة عن تكلفة مستنفدة في سبيل تحقيق الإيراد، وهي ما يطلق عليها بالمصروفات الإيرادية التي تتكرر بشكل دوري في كل فترة مالية، وهي التي تساهم في تحقيق الإيرادات. فهي عبارة عن استخدام الأصول والخدمات في توليد الإيرادات وما يترتب على ذلك من نقص أو استنفاد لتلك الأصول أو التكلفة وتحويلها إلى مصروف. أيضا هناك الخسارة، وهي النفقات غير المنتجة، أو بمعنى آخر الأموال التي تتكبدها الشركة دون أن يترتب على ذلك الحصول على أي مقابل. أي أن الخسارة هي الأثر غير المرغوب فيه الذي لا يتعلق بالتشغيل العادي والذي لا يمكن تجنبه، مثل الخسارة الناتجة عن بيع الأصول الثابتة. مكونات قائمة عناصر الدخل: أولا قسم العمليات التشغيلية والتي تخص النشاط الرئيسي الذي تمارسه الشركة، حيث يختص هذا القسم بتقرير إيرادات ومصروفات العمليات الرئيسية للمنشأة، ويشمل هذا القسم البنود المتضمنة نتائج التشغيل العادي، وهي الإيرادات التي تتحقق من مبيعات السلع والخدمات وتتضمن عناصر المبيعات، الخصومات، المسموحات، المردودات، وكل العناصر التي تتعلق بتحديد صافي إيراد المبيعات. ثم يأتي تكلفة البضاعة المباعة، وتتضمن كل العناصر الخاصة بتحديد تكلفة البضاعة المباعة أو مصروفات تقديم الخدمة في حالة المنشآت الخدمية. ثم مصروفات البيع، وتعرض المصروفات الناجمة عن جهود المنشأة لتحقيق المبيعات، وأيضا المصروفات الإدارية أو العمومية، وتعرض مصروفات الإدارة العامة. ويطلق على كل من مصروفات البيع والمصروفات الإدارية أو العمومية يطلق عليها مصروفات التشغيل. الأشكال البديلة لإعداد قائمة الدخل طبقا لهذا المدخل أو مدخل تحليل العمليات: تعارف المحاسبون على شكلين لإعداد قائمة الدخل، وهما قائمة الدخل ذات المرحلة الواحدة أو ما تسمى بقائمة الدخل المختصرة، وقائمة الدخل ذات المراحل المتعددة. قائمة الدخل ذات المرحلة الواحدة، وفيها يتم تبويب عناصر الدخل إلى قسمين أساسيين. يخصص القسم الأول للإيرادات أيا كان مصدرها، حيث يتم تجميع كافة الإيرادات التي تحققت من جميع المصادر، سواء من النشاط الرئيسي للمنشأة أو من المصادر الثانوية الأخرى، في حين يخصص القسم الثاني للمصروفات أيضا أيا كان نوع هذه المصروفات، سواء كانت تلك المصروفات متعلقة بالنشاط الرئيسي كتكلفة البضاعة المباعة أو غيرها من المصروفات البيعية والإدارية أو المصروفات الأخرى، وبطرح تلك المصروفات من الإيرادات التي تم جمعها في القسم الأول نصل إلى صافي الدخل السنوي للشركة أو للمنشأة. وتسمى هذه القائمة كما ذكرنا باسم قائمة الدخل المختصرة، نظرا لأنها تقيس الدخل بخطوة واحدة، وهو عبارة عن كما ذكرنا الفرق بين كافة الإيرادات وكافة المصروفات. والمثال التالي يوضح كيفية قياس الدخل طبقا لقائمة الدخل ذات المرحلة الواحدة. يتبين من هذا المثال
أنه تم تجميع كافة الإيرادات من جميع المصادر في القسم الأول، حيث تضمن القسم الأول صافي المبيعات وهو يعبر عن إيرادات النشاط الرئيسي، ثم تم إضافة الإيرادات الأخرى، هذا هو القسم الأول، ثم بعد ذلك تم تجميع كافة المصروفات سواء المتعلقة بالنشاط الرئيسي والمتمثلة في تكلفة البضاعة المباعة، ثم المصروفات الأخرى سواء المتعلقة بالنشاط الرئيسي أو الأنشطة الثانوية الأخرى التي تمارسها الشركة، مثل المصروفات البيعية الإدارية، الفوائد المدينة وهي المصروفات التمويل والمصروفات الأخرى، تم تجميع الوصول إلى إجمالي المصروفات، وبطرح إجمالي المصروفات من إجمالي الإيرادات نصل إلى صافي الدخل السنوي، وبقسمة الدخل السنوي على عدد الأسهم أو متوسط الأسهم العادية المتداولة نصل إلى ربحية السهم العادي. ثانيا، قائمة الدخل ذات المراحل المتعددة، حيث يرى بعض المحاسبين ضرورة توضيح العلاقة بين البيانات المحاسبية المتعلقة بعناصر الإيرادات والمصروفات خدمة لمستخدمي القوائم المالية، ومن ثم يجب التقرير عنها في قائمة الدخل مثل إجمالي الربح وصافي الربح من النشاط المستمر. ويستند إعداد قائمة الدخل ذات المراحل المتعددة إلى كل من الاعتبارين الآتيين: الاعتبار الأول أنه يجب التفرقة بين الإيراد الناتج عن النشاط الرئيسي للمنشأة وبين الإيراد الناتج عن أنشطة أخرى عرضية أو ثانوية كما ذكرنا سابقا، الأمر الذي يمكن قارئ القوائم المالية من إعطاء أهمية خاصة لدراسة ربحية النشاط المستمر. الاعتبار الثاني ضرورة التفرقة أيضا بين المصروفات الخاصة بالنشاط الرئيسي للمنشأة وبين المصروفات الأخرى العرضية الناتجة عن ظروف أو سياسة مالية معينة للمنشأة، فضلا عن تبويب هذه المصروفات تبويبا وظيفيا حسب الوظائف النوعية للمنشأة. ومن الواضح أن تطبيق المقابلة بين الإيرادات والمصروفات سوف يسمح لقائمة الدخل أن تظهر بعض المؤشرات ذات الدلالة الهامة، ومنها مؤشر إجمالي الدخل أو هامش الربح الإجمالي، وهو يمثل الفرق فقط بين صافي المبيعات وبين تكلفة البضاعة المباعة. ثم المرحلة الثانية التي نصل بها إلى صافي الدخل من عمليات التشغيل، حيث يتم طرح إجمالي المصروفات التشغيلية من إجمالي الدخل الناتج من المرحلة الأولى، فنصل إلى صافي الدخل من عمليات التشغيل. أيضا صافي الدخل من النشاط المستمر، وهو عبارة عن صافي الدخل من العمليات بعد تعديله ببنود الإيرادات الأخرى والمصروفات الأخرى، هذه المرحلة الثالثة. أيضا المرحلة الرابعة صافي الدخل السنوي، وهو عبارة عن صافي الدخل من النشاط المستمر بعد تعديله بالبنود الأخرى مثل البنود الاستثنائية أو استبعاد الأنشطة المستبعدة كما يتضح في الفقرات التالية. والشكل التالي يوضح كيفية إعداد قائمة الدخل ذات المراحل المتعددة، حيث يتم الربط بين كل مصروف وبين النشاط الذي أو بين الإيراد الذي تحقق من هذا النشاط. فالمرحلة الأولى توضح إجمالي الدخل أو إجمالي الربح من النشاط التشغيلي، حيث يتم طرح تكلفة البضاعة المباعة من المبيعات. أولا نأتي إلى صافي المبيعات، وهي عبارة عن المبيعات ناقص مردوداتها ومسموحاتها إن وجدت والخصم المسموح به، فنصل إلى صافي المبيعات. بطرح تكلفة البضاعة المباعة من صافي المبيعات نصل إلى إجمالي الربح أو إجمالي الدخل. ومن المعروف أن تكلفة البضاعة المباعة هي عبارة عن تكلفة بضاعة أول الفترة الموجودة بالمخازن أول الفترة زائد صافي المشتريات التي تمت خلال الفترة، ثم يتم طرح منها
البضاعة التي تبقت في نهاية الفترة ولم يتم بيعها، وهي تعبر عن تكلفة مخزون آخر الفترة، نصل إلى تكلفة البضاعة المباعة. بطرح تكلفة البضاعة المباعة من صافي المبيعات نصل إلى المرحلة الأولى، وهي التي تعبر عن إجمالي الربح أو إجمالي الدخل. بطرح مصروفات التشغيل أو المصروفات التشغيلية والمتمثلة في مصروفات البيعية والإدارية نصل إلى المرحلة الثانية، وهي التي تعبر عن صافي الدخل من العمليات التشغيلية. ثم يضاف الإيرادات الناتجة من الأنشطة الأخرى، وتطرح المصروفات التي تحملتها الشركة نتيجة ممارستها لأنشطة أخرى مثل فوائد المدينة اللي هي فوائد التمويل والمصروفات الأخرى، نصل إلى صافي الدخل من النشاط المستمر. وبقسمة هذا صافي الدخل من النشاط المستمر على متوسط عدد الأسهم العادية المتداولة نصل إلى ربحية السهم العادي.